منذ بداية طوفان الأقصى والناس تتساءل عن أين تركيا؟ أين الرئيس أردوغان؟ المعروف بمواقفه السابقة في القضايا العادلة وفي قضايا الأمة وعلى رأسها قضايا فلسطين بمواقف صلبة وقوية وواضحة الناس الآن تبدأ تتساءل بعلامة تعجب واستهجان واستغراب أين؟ هذا ما نحاول أن نجيب عنه بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. منذ السابع من أكتوبر وبداية طوفان الأقصى والناس تتابع المواقف المختلفة لكل الدول العربية والإسلامية. والناس بتتوقع من دول معينة مواقف معينة ولا تتوقع من دول معينة مواقف معينة بمعنى الناس بتتوقع من الدول الحرة المستقلة القوية الذي يكون على رأس السلطة أو في السلطة أناس أصحاب دين وخلق وعروبة وأصحاب قضية مواقف قوية مواقف معبرة بحق عن قضية المسلمين الأولى التي يضطهد فيها اهلها وهي قضيه فلسطين. راينا مواقف من دول الحقيقه كانت في غايه العزه والكرامه ليس تطبيلا لاحد يعني انا في الفيديو الان بنتقد اداء الدوله التركيه وانا مواطن احمل الجنسيه التركيه ولست مواطنا قطريا لكن الحقيقه تصريحات دوله قطر منذ اول الازمه تصريحات تعبر بحق عن ضمير الامه وعن ضمير الشارع العربي والاسلامي وكل اصحاب الاراده الحره في هذا العالم. ونحن لما بيحدث اي خطا بنقول والله في خطا لما طبعوا رفضنا التطبيع، لكن في مواقف طوفان الاقصى الحقيقه الموقف في غايه الشرف والكرامه والاحترام والتقدير. دول اخرى كانت المساله متباينه. لكن الحقيقه الذي لفت نظر الجميع وانتقاد الجميع هو موقف الدولة التركية وتحديدا الرئيس رجب طيب أردوغان. والانتقاد أو التعجب والاستهجان من موقفه نابع عن معرفة الناس بمواقف سابقة. يعني معرفش سنه دلوقتي كام سبعيني الناس بتقارن من عمر شخص 99% ثم في 1% في مختلف عن ال 99%. ازاي اول تغريدة اول تعليق يعني ساوى بين الطرفين او لم يكن منصفا مع الطرف المظلوم وهذا ما دعا الاستاذ اسامة حمدان في لقاء اعلامي ينتقد هذا الموقف يقول لا ليس هذا المتوقع ولا المطلوب ولا المرغوب من اردوغان وتركيا دي الدولة التركية معروفة بتاريخها وعراقتها في القضية الفلسطينية كلام صحيح كلام عظيم جدا لان الناس النهارده ودي نصيحه لله سبحانه وتعالى الدين النصيحه قلنا لمن قال الله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم فالنصيحه واجبه سمع ام لم يسمع اخذ ام لم ياخذ لكن ادينا ما علينا من واجبنا بكل ما نملك من الاداء اني الناس الان تقارن وتقول لا اردوغان القديم يعني معناه الجديد شيء اخر والجديد ده بقاله كم شهر يعني ليس من منذ سنوات لا كم شهر في قضايا معينه مع الاجانب مع العرب مع كذا مع كذا قضايا معينه وكان تكلمنا والعالم كله تكلم فيها لكن لم يكن احد يتوقع بدايه الاداء في هذه الازمه مع القوى الفلسطينيه بهذا التصريح ولا بالاجراءات التي فيما بعد ان المواقف ليست هي المعروفه لاني انا اذكر في سنه 2008 لما حدث عدوان على غزه، وكان الرئيس أردوغان وقتها رئيس وزراء، وكان الرئيس وقتها السيد عبد الله جول رئيس الدوله التركيه. والشيخ القرضاوي الله يرحمه تحرك بعدد من العلماء ليطوف على دول العالم لإيقاف الحرب على غزه. ولعلنا يعني نفرد فيديو عن هذا الموقف بالكامل للشيخ القرضاوي، وماذا قال الحكام؟ يعني صفحه من أنصع وأعظم صفحات الشيخ القرضاوي وعالم قال ما يرضي الله عز وجل عن دينه وامته طاف وطاف على كان من ضمن الدول التي جاءها وطلب مقابله اردوان كان اردوان ساعتها خارج البلاد في اجراءات واشياء للتحرك لغزه مقابل الرئيس عبد الله جول ووجدنا في الشوارع التاكسيات الحفلات العامه وده مش بتوجيه الحكومه لا ده الشعب التركي عبر عما بداخله بنفسه والشعب التركي جميعا حتي بكل طائفي بكل أطيافه السياسية مع رضوان ضده لا قضية فلسطين بالنسبة له لا القدس الاقصى مسألة ليست مجالا للنقاش والخلاف الحزبي تكسيات الحافلات أعلام فلسطين غزة حاضرة حاضرة حضورا ملفتة للنظر في دولة ليست عربية في تركيا وهذا رايته بعيني من أول ما نزلنا من المطار من هي كطاره خاصة لكن لما نزلنا نلف ونبص لا مشاهد في غايه العظمه الشارع كان متوازي مع الحكومه مع الدوله اليوم لا الشارع التركي سابق والدوله متاخره حتى الشارع يعني الحزب نفسه الحاكم مش موجود في التظاهرات بشكل قوي يعني موجود بعض الحاجات شعبيه لكن مش موجود لا شيء ملفت للنظر مساله غريبه قضيه ان الشعب ده كان عنده في اسطول الحريه عنده شهداء أتراك عندك ناس أتراك شهداء استشهدوا في الطريق إلى غزة ليفك الحصار على غزة يعني أما دايما تاريخ قريب النهاردة الناس تجد المواقف الحقيقة طبعا أدانت الدولة التركية القصف المستشفى في غزة ولكن من قبل المواقف لا يعني ليس بقول حتى وإن بدأ بعض الحراك معين لكن ليس تركيا التي يعرفها الناس. ليست تركيا وليس اردوغان الذي يحفظه الناس. اردوغان الذي حينما حدثت رابعه بكى ووقف وهاجم بكل ما اوتي من قوه في التعبير في الموقف ضد العدوان على شعب من سلطته فما بالنا من العدوان على شعب من احتلال. فالحقيقه طبعا مسألة هل السياسة هل دائما الخوف من الاستحقاقات الانتخابية ده كلام مش صحيح الشعب التركي بكل اطيافه قضية فلسطين خارج الحسابات الحزبية حقيقة يعني اليساري الشيوعي المتدين المتفق مع ما مختلف معاه لا دي قضية خارج السياق فما اقدرش اقول والله اصل الاستحقاق الانتخابي ده مش صحيح والا حتى لو بهذا السياق الاستحقاق الانتخابي القلوب بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى إصبعي الرحمن يعني يقلبها كيف يشاء هو انا النهارده لما اخذ قضية كهذه او لا اقول أخذل انما لا يكون التعاطف معها بما ينبغي هل ده هيديني انتخابات واصوات لا تضمن لا قولا واحدا لا تضمن لاني ما يدريك انك وحتى بتخسر في القاعده الاصليه بتاعتك القاعده النواه الصلبه بتاعتك اللي هو جمهورك الاساسي نتمنى عودة تركيا وأردوغان إلى سابق عهده، إلى الخط الصحيح في الوقوف مع أبناء هذا الشعب المظلومين، ومع المقاومة الشريفة الحقيقية التي تقاوم عن هذا الشعب. فنسأل الله عز وجل أن يكتب الرشد والتوفيق لكل حكام المسلمين ولكل بلاد المسلمين، لأن في قوة هذه الحكومات قوة لهذه الأمة ولقضاياها. اللهم آمين، أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.